نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل وهو تقريبا موضوع الفقرة او اكيد هو موضوع الفقرة بس وحضرتك بتتكلم عن موضوع امريكا واردوغان يتهم امريكا كمان بالمشاركة في تدبير هذه المحاولة خاصة انه هناك مثلا هي مستضيفة فتح الله هو عايز يصطاد ده جولن. عايز يصطاد ده واللي كان في انباء ما اعرفش مدى دقتها يعني دلوقتي بتقول ان هو عبد الله فتح الله جولن بيقول إن انه انا على استعداد ان انا يتم ترحيلي لتركيا مش عارفه مدى دقتها غير دقيقة يعني وامريكا ما اتفرجتش فيه فتح الله جولن ليه ده بيمثل يعني قوة إسلامية وحركة إسلامية مهمة جدا أمريكا ليست في أمريكا فضل فضيح صغير مما لا شك فيه يقينا هناك خلاف بين أمريكا وتركيا حول دولة الأكراد التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لتكون جزء من سوريا جزء من العراق والجزء الأكبر من تركيا لأن عدد الأتراك في تركيا يمثل 60% من الأكراد في الدول الثلاثة اللي أنا بقولهم بخلاف إيران ففي خلاف اللي يؤكد هذا أنه يعني هذا التركي الأحمق توجه إلى روسيا في محاولة الى انه هو يضغط على امريكا لكي ما تغير من موقفها بالنسبه للاكراد في هذه المعلومه. وبغباء اكثر اقترب من اسرائيل بتصور ان اسرائيل ممكن ان تعيد المياه الى مجاريها ما بين تركيا ومياه. كل هذه المحاولات زي ما الدكتور جمال قال فاشله وتنبئ بمستقبل سيء جدا بالنسبه لاردوغان. انا بتفق بقى مع كلام سيادة اللواء مطاوع انه يعني هو هياخد موقف عنيف جدا في هيبقى اكثر قمعية بالتأكيد من خلال شخصيته تتنبؤوا انه طريقته هتبقى كده. محاولة تصفية القوات المسلحة التركية مش سهلة مش سهلة ابدا يعني هو صحيح نجح في اول مرة انقلاب عسكري تركي يفشل من كل الانقلابات التركية كل الانقلابات التركية نجحت الانقلابات يعني لانه هو كان بيجهز لهذا اليوم انا مؤمن تماما وستثبت الايام ذلك انه امريكا كانت تعلم بتحرك في القوات المسلحة اردوغان كان يعلم بتحرك في القوات المسلحة ويمكن سعى زي ما انا قلت قبل كده لاستدراجهم اكتر حتى يتمكن من توجيه الضربة القاضية للقوات المسلحة اللي يؤكد هذا اعداده للميليشيات المدنية اعداده لقوات الشرطة وتسليحها بالصورة اللي تمكنت من الاجهاز على حركة القوات المسلحة في اقل وقت ممكن القوائم الجاهزة وحضراتكم لو سمحتوا المعاهد العسكرية بقول لك في طلبة في المعاهد العسكرية جاهزين بالالاف يعني معناها ان هو كل حاجة كانت جاهزة بطريقة غريبة